كشفت الشركة المنتجة لفيلم لاست كريسمس عن تريلر للفيلم، وده من خلال الحساب الرسمي للفيلم على تويتر. والمقرر أن يبدأ عرض الفيلم 8 نوفمبر المقبل في جميع دور العرض السينمائي. وتدور أحداث الفيلم عن اللقاء الرومانسي الأول اللي بيجمع كيت بحبيبها جولدينج في عطلة كريسمس، وتتوالى الأحداث في إطار من الدراما والرومانسية.